السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير وصحه وسلامه. اليوم مقطعنا راح يكون مقطعنا على لعبه ديفيجن 2. شوف يا شباب، قبل لا ابدي بدايه واشرح لكم، راح الخص لكم الموضوع مره واحده. هذا السكريبت راح يكون لا هو ثبات ولا رابط فاير ولا من هالامور اللي كل مره محتاجين نشرح عليها. اليوم مقطعنا راح يكون هو سكريبت يشتغل نيابه عنك، يلفلك الخبره اللي عندك بالشخصيه. هسه راح يجيني سائل يسال يقول لي ابو زهره شنو الشخصيه، شنو الليفل، شنو هذا السكريبت يا صاحبي راح يكون للناس اللي يعرفون اللعبه وصاحبين الخبره باللعبه هذه، وراح يكون هذا السكريبت لهم، وايضا راح يكون مجاني. بس يا شباب اتمنى من عندكم انه السكريبت من السحبة انه ذم برقبتك تشترك بالقناة. اما لا تشترك بالقناة خلينا لايك، مثل ما انا دا اقدم لك هذا المحتوى اللي تعبان علياني، اقدر ابيعه، مو صحيح اقدر ابيع السكريبت بس، ولكن انا محصل عليه مجاني وقلت خلينا نشره للناس مجاني. بس انتو تجازوني بهذا التعب، المونتاج والتصوير اللي دا اقدم لكم هذا المحتوى مجاني ودا اعرفكم على السكريبت، تجازيني ولو باللايك. لا تشترك عمي، عليك الله لا تشترك، عليك الله لا تشترك، حط لنا لايك بس فقط. طيب يا شباب، تروح للخريطة نيويورك، تروح لمهمة القبور، تلعبها على أي صعوبة، توصلها إلى توصل يعني نهاية المشن، لحد ما توصل نهاية هذا المشن مثل ما نشوف الفيديو هنا. شو تسوي؟ تخلي للشخصية بس تخلي لها نفضة الجمر، واضح؟ تخلي نفضة الجمر له بالشخصية، وعاد توصل هنا هاي المنطقة وتدوس R2، هو راح يشتغل نيابة عنك مثل ما تشوفون. طبعا هذه اليد بداية، هو راح ينزل وراح يوقف نص الخريطه او نص الماب او نص البكان مال البوس هذا، شلون ما تسميه، يفتح النفضه يكسر كل الديكوات على ما تحصل الاكس بي، ومن بعديه هو راح ينتحر وراح يدوس مربع وراها. طبعا هذا كل السكريبت يشتغل. اي نعم السكريبت يشتغل، لا يعني لا تقول صعب. طيب يا شباب، لهنا انا راح اختم معكم هذا الفيديو، اذا ما كنت مشترك اشترك، بس انا بهذا الفيديو قلت لك لا تشترك يعني لا تشترك. خلي لك هذا الفيديو ونشوفكم على خير، ونشوفكم شرح جديد، ونقول لكم يا شباب ثم الله.